إن شاء الله بإذن الله ناخد تدريبات على درس الشغل. طبعا الشغل بإما إن أنت تقوم وضع الصناديق على رف مثلا، ده بيسمى مثلا شغل شاق، تمام، أو بترفع الصندوق من على الأرض عشان تحطه على أي رف. ده بيتطلب إيه؟ تطلب إن الصندوق تكون أقل وزن، تمام، أقل وزن، وقوتك تكون طبعا أكبر عشان تقدر تحرك. والنهاردة بإذن الله هناخد تدريبات على الشغل. يلا بينا. أول سؤال: ماذا نحتاج لكي نرفع هذه الأحجار؟ ماذا نحتاج لكي نرفع هذه الأحجار؟ فكر كده معايا، إيه الحاجة اللي بنحتاجها عشان ترفع هذه الأحجار؟ هتحتاج إيه؟ تمام؟ يلا نشوف الإجابة. تمام، يبقى أنت سيادتك هتحتاج شغل علشان تقدر ترفع الأحجار دي من على الأرض لمستوى السطح مثلا المبنى، هتحتاج شغل. طيب ايه هو تعريف الشغل؟ انت هتحتاج شغل. ايه هو تعريف الشغل؟ هو عبارة عن قياس للطاقة المستخدمة لتنفيذ مهمة. يبقى هو الشغل ايه؟ عبارة عن قياس للطاقة المستخدمة عشان تقدر تنفذ بيها مهمة. المهمة دي اللي ايه؟ رفع الأحجار من على الأرض لسطح المبنى. رفع الأحجار من على الأرض إلى سطح المبنى. طيب، هل هتقدر ترفع الأحجار دي لو وزنها تقيل وقوتك أقل؟ لا طبعا، لازم تكون قوتك أكبر من الوزن بتاع الحاجة اللي أنت عايز ترفعها زي الأحجار أو الصندوق علشان تقدر تقوم بتحريكها، ويبقى في إيه كده، أنت أحدثت شغل. أنت كده أحدثت إيه؟ شغل. تمام. طيب، الشغل ده لما بيكون على شيء لازم بيتغير مقدار الطاقة. طيب، السؤال اللي بعده: عندك سيارة ورجل بيقوم بدفع السيارة إلى الأمام. رجل يقوم بدفع السيارة إلى الأمام. اللي بيحدث في الصورة ده هل هو شغل ولا لأ؟ سؤال: اللي بيحدث في الصورة ده هل هو شغل ولا لأ؟ الراجل هنا بيبذل شغل أو بيبذل طاقة أو بيبذل قوة. طيب، السؤال اللي هنا كمان: هل السيارة بدأت تتحرك أو بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ هتعتمد على هنا، الشغل هيعتمد على الحاجة دي، السيارة اتحركت ولا لأ؟ اتحركت من مكانها ولا لأ؟ تمام؟ فكر فيها كده. يبقى علشان نقول إن دي شغل لازم تقوم برفع الأشياء أو تقوم بتحريكها من مكانها، لازم يغير مكان. تمام؟ فكر فيها، معاك نص دقيقة وبعد كده نشوف الإجابة مع بعض. طيب، في عندنا حاجة، إمتى يكون في عندنا حاجتين؟ يا إما يكون الشغل موجب يا إما يكون الشغل سهل. طيب، نشوف الإجابة مع بعض الأول وبعد كده نتطرق للموضوع ده. طيب، زي ما أنا قلت لك إن السيارة هنا أو الإجابة هتعتمد على السيارة، هل السيارة اتحركت؟ هنا الإجابة هتبقى كالتالي: هل السيارة اتحركت؟ السيارة فعلا تحركت، يبقى هنا الرجل قام بشغل على السيارة، يبقى هو حركها من مكانها. طيب، السيارة ما اتحركتش، يبقى ما فيش شغل حصل، يبقى وزن السيارة، تمام، أكبر من القوة اللي الراجل بيبذلها عشان يقوم عليها بالشغل، فبالتالي السيارة هنا ما اتحركتش، يبقى بالتالي ما حصلش شغل في قلب الصورة. يعني باختصار، السيارة اتحركت يبقى في شغل، السيارة ما اتحركتش يبقى ما فيش شغل. تمام، شوف اللي بعد كده: ما هو قانون الشغل؟ عندنا قانون للشغل، إيه هو؟ إيه هو قانون الشغل؟ فكر فيها كده يا شباب.
معاك دقيقة أفكر فيها. إيه هو قانون الشغل؟ مش إحنا قلنا إن الشغل ده بيحتاج قوة، بيحتاج إيه؟ قوة، صح؟ يبقى القوة داخلة طبعاً في القانون. طيب أنت حركت أو بتحرك الأجسام دي لمسافة إيه؟ أو لمسافة كام؟ تمام؟ المسافة اللي أنت قدرت تتحرك بيها الجسم ده قد إيه؟ نيجي نشوف مع بعض. يبقى الشغل القانون بتاعه هو القوة المستخدمة المضروبة في المسافة. أكمل الفراغات التالية. ما هي وحدة قياس الشغل؟ إيه هي وحدة قياس الشغل؟ إحنا قلنا إن قانون الشغل بيعبر عن إيه؟ عبارة عن القوة مضروبة في المسافة، القوة اللي أنت أثرت بيها على الجسم وقدرت تحركها لمسافة قد إيه؟ كام متر؟ كام كيلو متر؟ وهكذا. تمام؟ يبقى وحدة قياس الشغل إيه؟ عندك القوة مضروبة في المسافة، يبقى وحدة قياس الشغل إيه؟ ها؟ أسمع الإجابات، فكر. ممتاز. يبقى وحدة قياس الشغل هي إيه؟ الجول. يبقى وحدة قياس الشغل هي الجول. طيب ممكن نقول إن وحدة قياس الشغل تساوي نيوتن في متر، ينفع؟ آه طبعًا ينفع. مش إحنا قلنا إن الشغل هو عبارة عن القوة المستخدمة مضروبة في المسافة، يبقى نيوتن أو إن إم، إن إم جول أو إن إم. الإن بيدل على النيوتن والإم بيدل على المتر اللي هو وحدة قياس المسافة. يبقى عندنا حاجتين، وحدتين قياس للشغل، يا إما الجول يا إما إن إم. الإن دي بتدل على نيوتن وحدة قياس القوة، والإم بتدل على وحدة قياس المسافة وهي الأمتار. وهي إيه يا شباب؟ الأمتار. طيب نشوف اللي بعد كده يا شباب. في عندنا نوعين من الشغل. السؤال اللي بيقول بعد كده، ما أنواع الشغل؟ ما أنواع الشغل؟ إيه هو الشغل أو أنواع الشغل؟ في عندنا حاجتين، فكر فيهم يا شباب كده وبعد كده قول الإجابة. طيب نشوف الإجابة مع بعض. قال لك في نوعين من الشغل، يا إما شغل موجب يا إما شغل ثابت. إيه هو الشغل الموجب يا أستاذ؟ الشغل الموجب هو اللي بتكون فيه القوة والمسافة في نفس الإيه؟ الاتجاه نفسه. يبقى إذا كانت القوة والمسافة في الاتجاه نفسه فإن الشغل يكون إيه؟ موجب. فإن الشغل يكون إيه؟ موجب. وإذا كانت القوة والمسافة في اتجاهات عكسية فإن الشغل يكون إيه؟ سالب. زي كده لما بتيجي ترفع صندوق إلى أعلى يبقى كده الشغل إيه؟ موجب. كده الشغل إيه؟ موجب. جيت نزلت الصندوق إلى أسفل يبقى كده الشغل إيه؟ بنسميه شغل سالب، بنسميه شغل سالب. طيب ركز معايا كده، إذا قمت في المسألة دي، مسألة خفيفة وسهلة كده ركز معايا فيها. إذا قمت برفع صندوق يزن 10 نيوتن، اكتب ورايا، إذا قمت برفع صندوق يزن 10 نيوتن، عندك صندوق وزنه 10 نيوتن على رف يبلغ ارتفاعه 1 متر، على رف يبلغ ارتفاعه 1 متر. هنا بيقول لك فأنت تقوم ببذل شغل يصل إلى إيه؟ يبقى هو هنا عايز منك الشغل. إحنا قلنا القانون بتاع الشغل بيحكي بيقول إيه؟ قال لك إن قانون الشغل بيساوي المسافة مضروبة في القوة،
أو القوة مضروبة في المسافة. طيب عندك القوة، قلت لك القوة كام؟ بنرمز لها بالرمز N اللي هو نيوتن. عندك كام؟ 10 N، يبقى 10 نيوتن في المسافة على ارتفاع ايه؟ على ارتفاع 1 متر اللي هو المسافة. 10 في 1 بيساوي ايه؟ ممتاز يا شباب، يبقى 10 في 1 بيساوي 10. طيب هنكتب 10 كده بس، يبقى الشغل بيساوي 10، ولا نكتب وحدة قياسه؟ يبقى لازم نكتب وحدة قياسه، مهمة جدا وحدة القياس. يبقى الشغل بيساوي 10 NM أو 10 جول أو 10 جول. احنا قلنا ان الN بيرمز للنيوتن والM بيرمز إلى المتر. ممتاز يا شباب، نشوف السؤال اللي بعده. أكمل الفراغات. بيعتمد الشغل على حاجتين، يبقى عندنا الشغل بيعتمد على حاجتين، ايه هما؟ طبعا احنا قاعدين نحكي فيهم من ساعتها، طبعا اللي هو قانون الشغل. يبقى عندنا الشغل بيعتمد على حاجتين، ايه هما يا شباب؟ شوف الإجابة مع بعض. الشغل بيعتمد على القوة والمسافة. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على القوة والمسافة، احنا ما عندناش غيرهم. احنا قاعدين نحكي في او نقول ان قانون الشغل بينص على ان القوة مضروبة في المسافة. يبقى الشغل هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على القوة والمسافة. وده مثال عندك لآلة تقوم برفع صندوق، تمام؟ بيقوم برفع الصندوق إلى أعلى، وطبعا بقوة بيتأثر على الصندوق، تمام يا شباب. نشوف السؤال اللي بعد كده. احنا يعني السؤال اللي هنحكيه دلوقتي احنا جاوبنا عليه من خلال الشرح اللي قبل كده. متى يكون الشغل على الجسم يساوي 0؟ متى يكون الشغل المبذول على الجسم يساوي 0؟ امتى؟ فكر فيها كده، واحنا اعطينا عليها مثال، فكر فيها معاك دقيقه. اللي هو كان ايه؟ لو تفتكر السياره والرجل اللي كان بيقوم بدفع السياره. احنا قلنا ان الشغل هيعتمد على ايه؟ على حركه السياره. لو السياره اتحركت هتكون في شغل، لو السياره ما اتحركتش هيكون مفيش شغل. طيب يبقى نشوف الاجابه مع بعض يا شباب. متى يكون الشغل على الجسم يساوي 0؟ تمام، يساوي 0 امتى؟ لما قوه الدفع تساوي قوه الاحتكاك. قوه الدفع بتساوي قوه الايه؟ الاحتكاك. يبقى قوه الدفع بتساوي قوه الاحتكاك. ممتاز يا شباب، نشوف السؤال اللي بعد كده. ما المقصود بالطاقة؟ دلوقتي احنا خلصنا الشغل وطبيعة الشغل وعلى ما يعتمد الشغل، تمام، ووحدات قياس الشغل. دلوقتي هندخل على الطاقة. ايه هو المقصود بالطاقة؟ مثلا انت في المدرسة تقوم ب اللعب مع زملائك في حوش المدرسة أو في الفسحة أو الكلام ده. طيب إيه هو تعريف بقى؟ طيب عشان تقدر تلعب مع زمايلك لازم محتاج إيه؟ يكون عندك طبعا يكون عندك طاقة. طيب الطاقة دي بتجيبها من إيه؟ تجيبها من طبعا من الغذاء اللي أنت بتاكله. طيب إيه هو تعريف الطاقة بقى؟ نشوف الإجابة مع بعض. هي القدرة على تنفيذ شغل أو تغيير شيء. يبقى القدرة على تنفيذ شغل أو تغيير شيء. وإنت قاعد معايا في الصف تقوم بعمل واجباتك أو تقوم بحل ورقة العمل أو تقوم بالكتابة على السبورة أو تقوم بالإجابة عن الأسئلة المطروحة داخل الصف. كل ده بيحتاج تركيز، والتركيز طبعا بيجي إن إنت تكون نايم كويس، آكل كويس، عندك طاقة، تمام؟ والطاقة دي بتقدر تنفذ بها الشغل المطلوب منك، تمام؟ فبالتالي بتقدر تقوم بتنفيذ الشغل ده هو أو بتغير في شيء.
زي ما احنا حكينا الطاقة مرتبطة برضه يا شباب بالشغل، تمام؟ ما الطاقة مرتبطة بالشغل، احنا خدنا قبل كده لو انت مثلا ما عندكش طاقة هتقدر ترفع الصندوق؟ لا طبعا، لازم يكون عندك طاقة علشان تقدر ترفع الصندوق إلى أعلى أو إلى أسفل، يبقى لازم يكون عندك قدرة على تنفيذ الشغل المطلوب منك أو تغيير شيء، تمام؟ زي ما أنا حكيت قال لك زي الشغل بالظبط، لازم يكون لديك طاقة، فمن المحتمل أنه لا يمكنك القيام بالكثير من الأعمال لو ما عندكش طاقة، تمام؟ وممكن للأشياء برضو تكون لها طاقة، مش لازم للإنسان مثلا أو الحيوان، لا، الأشياء الجماد أو الكلام ده ممكن يكون لها طاقة. زي إيه؟ زي الزنبرك، الزنبرك ممكن يقوم بتمديده، فإنه يسحب، بيسحب إيدك إلى الخلف. لما بتجيب كده مثلا زنبرك، تمام، عبارة عن سلسلة كده أو شيء بيكون قوي متماسك، وبتيجي عشان تقدر تمدده بتمسكه بإيدك، تمام، عشان تفرده، إيه اللي بيحصل؟ إن بتلاقي فيه قوة أو طاقة معاكسة للقوة اللي أنت عايز تنشأها أو تقوم بتغيير الشيء ده هو، تمام؟ فبالتالي بيبقى الزنبرك ده هو له طاقة. الطاقة ديت بنسميها إيه؟ بنسميها حاجة اسمها طاقة الوضع، طاقة الوضع. كده فهمنا يا شباب إيه المقصود بالطاقة وإيه هي علاقتها بالشغل، تمام؟ ونشوف السؤال اللي بعد هيك. لسه حتى أنا بشرح، عندنا في أنواع للطاقة. بيقول لك ما هي أنواع الطاقة؟ طاقة نقط وطاقة نقط. فكر يا شباب، أنا لسه يمكن قايلها في الشرح، تمام؟ عندنا في نوعين من الطاقة، في طاقتين هتدرسوه، ايه هما؟ ممتاز. دلوقتي زي ما انت شايف قدامك في الصورة، تمام، الملاهي او المراجيح دي، تمام، دلوقتي الشباب فوق او راكبين فوق، ده بنسميها طاقة ايه؟ ها، شوف الإجابة مع بعض، بنسميها طاقة وضع، تمام. وطاقة الوضع دي بتتحرك وبتبقى او بتتحول الى طاقة حركة. ليه؟ لأن هما دلوقتي فوق خالص، إيه اللي بيحصل؟ إن هما بيقوموا بالإنزال أو بينزلوا على الملاهي، تمام؟ فطاقة الوضع تبقى ثابتة وبالتالي بتتحرك، يبقى كده اتحولت إلى طاقة حركة. طيب، زي مثلا برضه الزنبرك، الزنبرك مثلا اهتزازه، الاهتزاز ده مش عبارة عن حركة؟ طيب، قبل ما يتحرك كان هو فين؟ كان في حالة سكون، حالة سكون، الطاقة اللي جواه بنسميها طاقة وضع، تبقى لسه ساكنة. أول ما بتترك الزنبرك إيه اللي بيحصل؟ بيهتز بشدة، يبقى كده تحول طاقة الوضع إلى طاقة، إلى طاقة إيه؟ حركية. طيب، زي ما إحنا قلنا وحكينا إن الشغل له علاقة بالطاقة، في شغل موجب وفي شغل سالب. لما بيكون في شغل موجب فانت كده بتضيف طاقة للحاجة، تمام، اللي انت بتعملها. يبقى الشغل الموجب انت كده بتضيف طاقة، تمام، زي الكرة لما بتيجي تزود من السرعة، تمام، من السرعة المتجهة، فانت بالتالي بتزود من طاقتها الحركية، بتزود من طاقة الحركية. طيب لو انت رفعت الكرة لفوق انت بتزود هنا ايه؟ بتزود ايه؟ بتزود قوة الجاذبية، لأن قوة الجاذبية. طيب، وبزيادة المسافة التي يمكن أن تشدها وتضيف إلى طاقة الوضع الخاصة بها. طيب، لو أسقطت كرة فإن الجاذبية ايه؟ بتعمل، وطاقة ووضع الكرة بيتغير إلى طاقة حركية، وضع الكرة بيتغير إلى طاقة حركي، تمام. وانت عندك هنا قوه الجاذبيه بتعتمد برضو على المسافه، على مسافه الاجسام، يعني كل اما المسافه زادت كل ما قلت الجاذبيه، وكل ما المسافه قلت كل ما زادت الجاذبيه، تمام. شوف السؤال اللي بعد كده، عندك هنا سؤال كويس بيقول لك هل تاثير الحراره على الجسم يمثل طاقة وضع
ولا طاقة حركة؟ فكر يا شباب في السؤال ده لمدة دقيقة مع بعض. طيب، نشوف الإجابة مع بعض. يبقى تأثير الحرارة على الجسم بيمثل طاقة حركة، بيمثل طاقة حركة. ليه؟ لأن أنت مثلا أنت جبت إناء فيه مية، سخنت المية على النار، إيه اللي بيحصل؟ المية كانت في طاقة وضع ساكنة ما بتتحركش، إيه اللي حصل؟ المية بدأت تتحرك وتتبخر، يبقى كده اتحولت، والجزيئات المية هنا بيبقى في روابط بين الذرات وجزيئات المية، تمام؟ وطاقة كيميائية، تمام؟ فبالتالي إيه اللي حصل؟ إن المية بدأت تتحرك وتتبخر، فهنا طاقة الوضع اتحركت وبدأت تكون طاقة حركة. يبقى تأثير الحرارة، ركز، تأثير الحرارة على الجسم بيمثل طاقة حركة أو طاقة حركية، لأن هنا الجسم اختلف وضعه من طاقة وضع، من حالة السكون إلى حالة الحركة. السؤال الثاني، أكمل الفراغات التالية. الروابط الكيميائية بين الذرات والجزيئات دي بتبقى طاقة وضع ولا طاقة حركة؟ فكر فيها. طبعا الطاقة اللي بتبقى بين الروابط الكيميائية أو الروابط الكيميائية بين الذرات والجزيئات دي بتبقى عبارة عن طاقة إيه؟ طاقة وضع، بتبقى عبارة عن طاقة وضع، تمام؟ تيجي نشوف الإجابة. ممتاز. يبقى الروابط الكيميائية بين الذرات والجزيئات بتكون عبارة عن طاقة وضع، تكون عبارة عن طاقة وضع، تمام؟ شوف الإجابة اللي بعد كده. بيتم تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية من خلال نقط. يبقى إزاي بنقدر نحول الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية؟ عن طريق إيه؟ من خلال إيه؟ معاك دي يا شباب؟ فكر، عندك مثال اهو، ده مثلا بنطلق عليه اسم الصاروخ والكلام ده. هنا القرص ده بيلف، تمام، وبالتالي بنقدر نقطع به الحديد. شايف ايه اللي نتج؟ نتج عندك حراره، في ضوء، في حراره. يبقى احنا كده حولنا حركه القرص الى حراره من خلال ايه؟ من خلال شغل الاحتكاك. طيب امتى؟ لو القرص ده ما لمسش شيء، ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل في احتكاك. طيب لما بيحصل احتكاك مع الحديد او مع الخشب او ما الى ذلك، بيحصل ايه؟ بيطلع ان في طاقه حراريه. طيب يا شباب، نشوف السؤال اللي بعد كده. تتحول الطاقه الكهربائيه الى نقط كما في الفرن الكهربائي. فكر يا شباب، يبقى بتتحول الطاقة الكهربائية إلى إيه؟ أو إلى نقط كما في الفرن الكهربائي. الكهرباء أو الفرن الكهربائي أو الغسالة، تمام، عندك الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل البيت كلها، أنت بتوصل لها الكهرباء وبتستخدمها على حسب استخدام الجهاز، تمام؟ تيجي نشوف الإجابة مع بعض. زي الفرن الكهربائي يبقى طاقة حرارية، فرن كهربائي يبقى طاقة حرارية. طيب لو جه قال لك تتحول الطاقة الكهربائية إلى نقط كما مثلا كما في الغسالة، يبقى تحول إلى طاقة إيه؟ حركية، تمام؟ أنت وصلت الكهرباء، إيه اللي بيتم؟ أنت الغسالة بتقوم بالدوران وبالتالي بيبقى فيها إيه؟ حركة. لكن الفرن الكهربائي بيبقى طاقة حرارية، تمام؟ ممتاز يا شباب.
طيب، تتحول الطاقة الحرارية إلى نقط عند خبز العجين. الطاقة الحرارية بتتحول لإيه لما بتيجي نخبز العجين أو الإيه العيش أو الرغيف؟ الحرارة الناتجة دي بتسوي إيه في خبز، في الخبز العجين؟ إيه اللي بيحصل؟ فعدي أفكر. تمام، نشوف الإجابة مع بعض. تحول إلى طاقة كيميائية. ليه يا شباب؟ لأن سيادتك لما بتيجي الفرن، زي الفرن اللي قدام بيتك أو اللي أنت بتشوفه، بيجي يحط الخبز بيبقى عجين، تمام؟ الحرارة بتأثر في العجين وبيتم تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. يبقى إحنا خدنا وإحنا أخدنا إن من المؤشرات اللي بتدل على التفاعلات الكيميائية بيحصل إيه؟ بيحصل تصاعد في غاز ثاني أكسيد الكربون. لو تفتكروا في الوحدات اللي قبل كده، من ضمن المؤشرات اللي بتدل على التفاعلات الكيميائية تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، ده من ضمنها طبعا في تكوين الراسب، الفقاعات وما إلى ذلك. تمام، يبقى من ضمن أو المؤشرات اللي بتدل على التفاعلات الكيميائية يبقى تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. تمام، نشوف السؤال اللي بعد كده. يبقى تتحول الطاقة الكيميائية إلى نقط كما في البطاريات. يبقى تتحول الطاقة الكيميائية إلى نقط كما في البطاريات. فكر يا شباب كده مع دقيقة. نشوف الإجابة مع بعض. يبقى الطاقة الكيميائية بتتحول إلى كهربائية كما في البطارية. طبعا البطاريات بتاعة السيارات، تمام، لو تلاحظ إن بدون البطارية اللي موجودة في السيارة بتاعة باباك مفيش، السيارة مش هتدور، مش هتتحرك، النور مش هيتحرك، الإشارات مش هت إيه مش هت مش هتنور. فبالتالي إحنا كده ما حولناش، أو كده الطاقة الكيميائية بتاعة البطاريات اتحولت إلى كهربائية. طب لو مفيش بطاريات يبقى كده مفيش كهرباء في السيارة. تمام، نشوف السؤال بعد كده يا شباب. تتحول الطاقة الكيميائية إلى نقط كما في السيارات. هتتحول لإيه؟ تتحول إلى طاقة حركية، صح؟ يبقى تتحول إلى طاقة حركية. إيه اللي بينشأ؟ إن بيبقى فيه طاقة كيميائية بتبقى موجودة في قلب السيارة، إن البنزين بيقوم بيدخل على المحرك والمحرك بيبدأ حرق البنزين، يبقى فيه هنا تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، يبقى دي طاقة كيميائية. إيه الناتج من كده؟ الناتج من كده يا أستاذ إن السيارة بتتحرك إلى الأمام، يبقى فيه كده إيه؟ حركة، صح؟ يبقى إحنا كده حولنا الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية. يبقى إحنا حولنا في الأول الخبز من طاقة حرارية إلى طاقة كيميائية، وحولنا من الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، وحولنا من الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية. تمام؟ إلى طاقة حركية. نشوف السؤال اللي بعد كده. تمام، يبقى إحنا كده يا شباب إحنا كده خلصنا إيه الأسئلة والتدريبات على الشغل، و ربطنا بين الشغل والطاقة.